فتح هذا الباب راح ندخل على غرفة الراحة التامة. عرفتوها؟ زين. هذه بالقصة صور هذا التصوير على مود اشوفكم انه الحياة تقدرون انتو شلون ما طرزوها. احنا اني لما رجعت للعراق بصراحة ما شفت تواليت يعني مريح كله مبلل، يعني تدخل بي بس تضيف نفسك بس تطلع منها. هنا اني هذا من زمان عندنا طبعا، هسه مرة ثانية غير الديكورها حتى اشوفكم شلون لازم تكون المرافق، مو شرط تكون وصفة حسب البديهية موجودة بالشروق بالشرق الاوسط، لازم تريحون نفسكم، مو شرط المرافق تكون بيها شغلات وصفة. شوفوا انا خليت بيها مكتبة، هذا على مبناتي مرات يقرون هنا، هذا كل واحد عنده كتاب جايب الكتاب مالته وخليها حتى اذا كل مره تاخذ لك الصفحه تقرا لك الصفحه تستفاد منها. هذه لوحه كانفاس، هذا انا بناتي سويناها حديده، اشتريتها من سوق الهرج بدولار ونص. زين بقى اصبع وصبغناها مره ثانيه. هذا ستار مارسيدي انا مسويها للكلينس. لذلك اعزائي انتم تحتاجون يعني لازم يصير واحد يصير صباغ او يتبنى يجي يسوي لكم المرافق، ما معقول تصرفون كل الفلوس. يعني اجتبنا بحث اللي يعرفهم قلت لهم ما يحتاج انتم تجيبون كل واحد يسوي لكم الشغلة، انتم تقدرون تسوون بيتكم، هذا كله بيتنا نسويه احنا. ما يحتاج تكلفون نفسكم، هذه كلها شغلات بسيطة بس تعطي جمالية. وبصراحة هذه واحدة من الغرف اللي يجينا في الطاي يقول انتم مرافقكم الواحد بس يحب يقعد بيه. اشوفكم بالفيديو الثاني.